مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد، واعود الى ضيفي هنا في الاستوديو واطرح عليه سؤالا عن موقف المقاومه الشعبيه اليوم من المشاورات مع الانقلابيين وحديثها ان ذلك لا يعنيها. ما اهميه هذا الموقف؟ هو شوف، من المفترض حتى نعطي للسلطه الشرعيه نوع من القيمه والمحافظه على مكانتها في الخارج ان تخضع المقاومه الشعبيه في الداخل لقرار السلطه. وأنا أدعو المقاومة أن تعطي فرصة للسلطة الشرعية من باب ماذا؟ نحن في سفينة وينبغي أن نعزز قيمة السلطة الشرعية، ينبغي أن نخضع لقرارها بإيقاف المعركة. لكن كان ينبغي قبل أن يعلن الرئيس على أنه سيوقف وقف إطلاق النار في يوم انطلاق المشاورات، كان ينبغي أن يتشاور وأن يطلب من الحوثيين أو يطلب من هذا الطرف الذي يدعي أنه سيذهب من أجل السلام ولا أدري أي سلام أن يعطينا مؤشرات. لا يمكن لشخص، شوف بمنطق، الآن أتحدث أنا بمنطق، لا يمكن لجماعة حتى إسرائيل تخجل عندما تقتل أي نعم، بس تستطيع أن تغطي وأن تتحدث عن إرهاب وأن تتحدث عن شيء، لكن نحن الآن أمام جماعة قتلة، يعني نحن أمام جماعة من القتلة، يعني شخص يدخلك إلى مدينتك عبر معابر، شخص يصادر العلاج، مجموعة تصادر العلاج، مجموعة تقتل المدنيين، مجموعة تمنع الماء، تمنع الأكسجين، هذا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني. ليس من حقنا أن نذهب إلى السلام، ليس نحن مجبرين للذهاب إلى جنيف ونحن أمام انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. نحن هذول يقصفون المستشفيات، يمنعون الأكسجين، يقتلون الأطباء، يعتقلون الصحفيين وضعهم درع بشرية، يقتلون كل ناشط، يوقفون التعليم، يسرقون الميزانية. كيف بنا أن نتحاور على ماذا؟ نتحاور عندما يكون هنالك جماعة وطنية تخاف على الصالح العام. يعني أن الخطأ في الرئاسة وكذلك الرئاسة الوزراء أنها لم تشترط، يعني لم تضع أي شروط مقابل الذهاب إلى جنيف. هم قالوا سيضعون من ضمن شروط وقف إطلاق النار أنهم سيطلبون منهم فك الحصار، ولكن عندما تتحدث عن فك الحصار وأنا مسيطر على الجغرافيا، بمعنى أنهم موجودين في مداخل تعز، موجودين في مداخل، إلى أي حد سيلتزمون بفتح ملف؟ ثانيا بالمنطق، أنا أسأل، أنا اليوم أتحدث بالمنطق، واحد في المنطق كذا، جماعة تتصارع معنا وهي تحاصرك لتموت، هل تحمل مشروع وطني؟ يعني الشخص الذي يدافع عن الوطن هو الذي يسعى إلى تحقيق مطالب المواطنين. أنا أقتلك، أمنع عنك الغذاء، أحاصرك في المدن، أقصفك في بيتك، ما هو المشروع الذي يحمله؟ يعني هؤلاء يا جماعة لا تحمل مشروع وطني، هذه تحمل مشروع سلالي، مشروع عائلي، تريد أن تقتل أبناء تعز، أن تخلق جروح، أن تمزق النسيج الاجتماعي، ومزقت النسيج، هي الآن مزقت اللحمة الوطنية بين المناطق الجنوبية والشمالية، هي الآن تسعى إلى خلق سنة وشيعة، وهم الآن ليس زيدية، هم إثنى عشرية، ليس زيدية، أقولها بوضوح وأقول للشعب اليمني للمرة الثانية من نفس القناة، ارجعوا إلى كتب الزيدية الأصل، إلى أمهات الكتب الزيدية، وارجعوا إلى الملازم وإلى الخطابات الحوثيين، هم الآن قد جروكم إلى الإثنى عشرية ولا علاقة لكم بالزيدية. بالتالي نحن الآن نتقاتل مع جماعة لا تنتمي إلى المنظومة المذهبية اليمنية، هذه منظومة أخرى. اثنين، هذه أسر تدعي أنها أعلى من الشعب اليمني، وبالتالي تقتلنا بحق وبنص ومعتقد أننا نستحق القتل ونستحق أن نحاصر ونستحق، لا يمكن لها أن تحكمنا، لا يمكن لجماعة تحكم مجتمع وهي لا تحقق الصالح العام. بالتالي على السلطة الشرعية، على المقاومة، أنا كنت أتمنى المقاومة من حقها عندما أطلب من مقاوم في تعز أو في مارب أو في البيضاء أقول له اخضع لوقف إطلاق النار وأنا محاصر من الأكسجين، كيف لك أن تقنعني يا سلطة شرعية أنه أنت أوقف إطلاق النار وأخوك يموت في المستشفى؟ كيف أنا أقيم سلام مع من؟ نعم، إذن دعني أذهب إلى الأستاذ مفضل إسماعيل وهو متحدث باسم المقاومة التهامة. أستاذ مفضل، مساء الخير. نعم أستاذ مفضل، مساء الخير. مساء الأنوار. نعم أستاذ مفضل، كيف تفسر قناعة المقاومة الشعبية بأن الذهاب إلى جنيف للتحاور
مع الانقلابيين غير مجد؟ أخي الدين، بالنسبة للمقاومة في السعودية على مستوى الجمهورية، المقاومة اليمنية، هي تؤمن بأن يحصلوا على الأرض. نعم. وهي تعيش واقع تعيشه كل اليمنيين من أن هذه الجماعة الانقلابية التي اختطفت الدولة واختطفت مقدراتها واغترت حريات ناس وصادت أقوام ناس، عتدت على كل شيء ومارست كل ما تمارسه الجماعات الإرهابية بأبشع صورتها. المقاومة الشعبية تؤمن أن هذه الجماعات الانقلابية الإرهابية التي تتفوق أحيانا حتى على تشويه على القاعدة المؤسسة الإجرامية، هذه لا ينفع في مواجهتها إلا الجد وإلا المواجهة الحقيقية في الميدان العسكري الذي اختارتها الميليشيات. نعم. لأن المفاوضات معهم ابتداءً تعطيهم أنهم طرف من الأطراف الذين يجب أن يقف الناس معهم. نعم. وأن لهم الحق مثل الأطراف الحق. لا، جماعة متمردة، جماعة خرقت كل الاتفاقات، خرقت الدستور والقانون وانقلبت على الشيعة، اصدرت بحقها قرارات دولية لم تصدر بحق أحد، ومع ذلك يذهب الناس لمفاوضتهم. المقاومة الشعبية يعني ترى أن ما يعبر عن وجدان وضمير الشعب اليمني ما يحدث في الميدان هو الرجال الذين يدافعون عن كرامة الوطن، هم رجال المقاومة والجيش الوطني الذين يواجهون هذه الجماعات التي ما زالت حتى هذه اللحظة وتذهب إلى جنيف. نعم. قد يفهم أستاذ مفضل وتستميل على أن تحتل مواقع جديدة وأن تخاطب من خلال مناوشات جديدة وفتح مواقع جديدة للمواجهة مع قوات ومع المقاومة الوطنية. نعم أستاذ مفضل، قد يفهم موقف المقاومة الشعبية بأنه غير متناسق مع الشرعية والحكومة اليمنية التي المقاومة الشعبية في الميدان هي تدافع عن الشرعية وكذلك عن كرامة أبناء المدن التي يسعى الحوثيون لفرض سيطرتهم عليها. لا، عكس، هنالك حكم تام والحكومة قد أعلمت حتى وهي تذهب جنيف انها ذاهب فقط لتطبيق القرار الدولي 2016. نعم. ما عدا ذلك لن يكون هناك حوار ولن تكون هناك مفاوضات. كنت اتمنى شخصيا من الحكومه ان هذه المره فقط على الاقل، وقد ذهبت كثيرا للمفاوضات حوارات الغير رسميه والتي لم تلتفت الى هذه الجماعات، يعني منذ ان نشا هذه الجماعات سلسله وهي يوم وكل شهر تضع اتفاقا جديد وتخلفه في اليوم الحالي. اتحدى تكون هذه الجماعات قد نزلت بصدر واحد او ما وقع سابقا والاف الاتفاقات، وفي كل مره يقعون فيها في مشكل يدعون الى اتفاق يخلفونه لاحقا. نعم، اذا كنتم تعتقدون بان الحوثيين تشترط هذه الفتره ان تبدا التنفيذ عملا للقرار او يدل عليه، على الاقل يوقع هؤلاء توسعه، على الاقل هؤلاء الاطلاق قاده سياسيين. بالعكس، الى هذه اللحظه كل المحافظات عندها في الانتهامة وامس ثلاث الايام الماضيه شهدت اعنف حملات ومداهمات اعتقالات للناس بالشبهه، يعني يجدون المطلوب ياخذون ابوه واخوانه الصغار كذا، يعني لم يسبق له صغير مسعور حمل مسعوره للاعتقالات والمداهمات اعتداءات لم يسبق لها نظر. هل في جماعه تذهب فعلا من اجل الحوار من اجل مستقبل اليمن؟ نعم استاذ مفضل، ابقى معي واعود. نعم. الى واعود الى ضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان. استاذ، ايضا موقف المقاومه الشعبيه الان في اليومين او في الساعات المقبله، هل سيلتزم برايك الحوثيون بايقاف اطلاق النار؟ وهل ايضا المقاومه الشعبيه ملزمه ايضا وهي رافضه للذهاب الى الحوار في جنيف، ملزمه ايضا بايقاف اطلاق النار، ام ماذا؟ ما الذي سيحدث برايك؟ شوف، على المقاومة الشعبية أن توقف العمليات، لأن الحوثيين هم الآن يسوقوا أنفسهم بالعالم أنهم دعاة سلام وأنهم ذاهبون للتسوية. ولكن أنا أقولها بوضوح من خلال تلفزيون قناة شمال شباب، الذهاب للتسوية هي مؤامرة على اليمن، شيء مفروغ منه، مؤامرة على اليمن كاملة الأركان. ولكن نظرا لاسباب موضوعيه متعلقه بالسلطه، متعلقه بعدم وجود يعني مقاومه وطنيه متسقه، متعلقه بوضعنا بالحرب لمده سنه، بتعب الناس وعدم قدرتهم على المقاومه، نحن قبلنا التسويه، اوكي قبلناها منطقيا، لكن على المقاومه الشعبيه ان تظل جاهزه
للعودة إلى استعابة الجغرافيا واستعابة سيادة الوطن. هؤلاء يريدون تسويق أنفسهم من خلال، لأن لا نريد نعطيهم فرصة أنهم إن نحن من كسرنا وقف إطلاق النار وبالتالي يصبحوا في الخارج، وهناك خاصة مؤامرة من الأمريكان والروس وغيرهم على السلطة الشرعية، وبالتالي يمكن أن يتخذوا قرارات ويحسنوا صورتهم. نحن نلتزم إلى حد ما بالتزام، ولكنهم أقول وأطمن المقاومة أنهم لن يستمروا كثيرا في وقف إطلاق النار ولن نتركهم، وعلينا حتى إذا لم يطلقوا النار نحن لدينا هدف واضح ومحدد، وعلى المقاومة أن تضعه شرط أساسي، لا يمكن لنا أن نقبل بوجود أنصار الله كحزب الله في صعدة، لا يمكن، أكررها، لا يمكن لنا أن نقبل بوجود، ينبغي أن يرفع علم الجمهورية اليمنية في صعدة قبل صنعاء، وبالتالي هذه المؤامرة بوجود سنة وشيعة ووجود أنصار الله على شاكلة حزب الله في شمال الشمال، وبالتالي أن تكون في خاصرة دول الخليج وأن يصبح القرار في صنعاء لا يمر. شوف الحوثيين يقول لك أنا ما أحبش وزراء، لكن لا، هو لا يحكم ولكنه يتحكم، سيصبح القرار مصنوع في صعدة، وبالتالي على المقاومة أن تعطي نفس قصير فقط حتى نكسب المعركة الإعلامية، ولكن عليهم الاستعداد والتقاط الأنفاس وتوزيع القوة لاستعادة، حتى لو كان الطلب أمريكي أو غربي أو خليجي، بإيقاف التسوية. نحن لا يمكن لنا أن نقبل بتسوية، أقولها لا يمكن قبول التسوية بالمنطق، أن نقبل بتسوية دون تسليم السلاح. لا نريد مراقبة على الخطوط، أي كلام عن مراقبة لوقف إطلاق النار ووجود قوات يعني تقسيم مذهبي سني شيعي شمالي جنوبي. إذن دعني أعود إلى الأستاذ المفضل إسماعيل. الأستاذ المفضل، ما الجدوى من مشاورات جنيف وأنت تقول بأن الحوثيين لا يلتزمون بأي اتفاقيات، وكذلك من سيقف معهم أو من يدفع، من يجرهم إلى مؤتمر جنيف، ومن ثم يعني على من يضحكون؟ في الحقيقة هذا السؤال هو الذي يجب أن يثار، يعني ما الجدوى مفاوضات عبث جربنا عبثها الناس وعدم حكمهم وعدم جديت لأي شيء. قفل الحكومة في الحقيقة نتيجة للضغط الدولي ونتيجة يعني كان أن يستجيب، لأنه يمكن أن يكون هناك عدم المطلق من الحكومة، ونحن نقدر ذلك، وقدرت اشتراطات أنهم يبون لعرض محدد، يعني حتى استشار رئيس الجمهورية اليوم يؤكد أنه يقول لتطبيق الخط 22 ما عدا ذلك فلا أخرى، ومعلن من طرف المطابق حبو العلمية هي مجرد تخرصات أساسا لها من الصفحة. نحن نقول أنا مع الأخ عبد الباقي يعني لأنه كان هو يتحدث عن على أمثل الوضع من الناس يلتزمون صدر قرار وقت طلق النار أن يلتزمون، لكن يا أخي الكريم ما جربه مقاومة وجربه مليون في كل مر أن أي هدوء في أي جبهة جبهات يستغل حوثي وأطال بس مزيد من التقدم على الارض، وبالتالي باي وقت لاطلاق النار القادم يسلمون رقابهم ويسلمون مواقع لهذه المعركه التي لا تحترم ساقا ولا تحترم اخلاقا ولا تحترم دينا. نعم، اذا على الناس ان يكونوا دين وحاضرين في البلدان وان يصلوا عملهم، لان انا على قناعه انه العلم الحر الذي اصدر القرار 2020 في النهايه لن يستمر كثيرا في السكوت على مظاهرتهم، ذلك ضغوط معهم حقيقيا، لكن في النهايه استنبار جرائم هؤلاء المجرمين في حق اليمن وحق الوطن توصل العالم. نعم، مفضل اسماعيل الذي يجب. نعم، الأستاذ مفضل إسماعيل المتحدث باسم المقاومة في تهامة، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر أيضا ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي، وأشكر أيضا ضيفي رشاد الشرعبي وهو المسؤول الإعلامي للمجلس التنسيقي في مقاومة تعز، وأشكركم مشاهدينا أيضا أينما كنتم، وأشكر فريق إعداد البرنامج. نلتقي غدا في حلقة جديدة من حديث المساء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.